السلام عليكم، مرحبا بكم، ياكم دكتور عمر القيسي. اليوم راح اشرح لكم موضوع بالفسيولوجي اللي هو البليتلت. في هذه الورقه راح نشوف موجوده عندنا البليتلت اللي هي اسمها ثرومبوسايت. طبعا هنا أنا مهم لازم نعرف البليتلت باللغه العربيه معناها الصفيحات الدمويه، ثرومبوسايت اللفظ اللاتيني يعني سايت خليه، ثرومبو يعني المولده للخثره او الخليه الخثريه، فصار عندنا ثرومبوسايت هي نفسها البليتلت. بس لازم نعرف الاسمين لانه ممكن السؤال او ممكن بالحالات العاديه ممكن تجينا بشكل مختلف حتى نعرف الفكره. طيب هذه الخليه منين تجينا؟ هذه الخليه منشاها من خليه اسمها الميجا كاريوسايت. طبعا ميجا كاريوسايت، سايت يعني خلية، إذا نلاحظ سايت يعني خلية، الميجا كاريوسايت يعني ميجا يعني كبيرة جدا. هذه طبعا الخلية ليش سمت بميجا كاريوسايت؟ لأن خلية كبيرة جدا راح تغطي أجزاء من عدها، راح تتقطع وراح تكون لنا البليتلت. يعني البليتلت هي ليست خلايا بل هي أجزاء من الميجا كاريوسايت أو من هذه الخلية الكبيرة متقطعة ومنتشرة وراح تكون لنا الصفيحات الدمويه، فهي اجزاء من خليه وليست خليه بحد ذاتها. فيعني ثرومبوسايت هي ليست لفظه صحيحه 100%، فهي ليست خليه بمعنى 100%. طيب شنو اللي يهمنا بهذه الصفحه؟ طبعا هذا كلك ايضا عددها ممكن ايش قد تتقطع، كل ميجا كاريوسايتس كم جزء، 2000 الى 3000، هذه معلومه ليست مهمه جدا، لكن المعلومه الاهم اللي لازم نعرفها عددها في الدم. الان لو اخذنا مايكرو ليتر يعني نقطه صغيره من الدم، ايش قد لازم يصير عندنا البليتلت؟ راح تصير لازم تعدادها بهذه النقطة الصغيرة المايكروليتر من 150 ألف إلى 300 ألف. طبعا شلون حسبوها؟ يحسبوها مربع صغير ياخذون من عنده يحسبون ايش قد موجود به ويضربوه في الحجم الكامل فراح يعرفون عددها بالكامل. فهذا الان مش راح ندخل به بالتفصيل، لكن نعرف انه هي من 150 الف الى 300 الف بير مايكروليتر، يعني لكل مايكروليتر. هذا التعداد الشخص الطبيعي، طبعا يختلف من بعض المراجع لكن بشكل عام راح ناخذه كتعداد عام لهذه الحاله. راح نجي ونشوف، طيب لو زادت اكثر من 300 ايش راح نسمي هذه الحاله؟ نسميها مثلا ثرومبوسايتوسيس. كلمه سايتوسيس، شوفوا سايت يعني خليه، اوسيس يعني زياده، فصارت سايتوسيس يعني زياده في الخلايا. طيب يا خلايا ثرومبوسايت، فصارت يعني زياده في الثرومبوسايتس. طيب 150 الف اذا صارت اقل من عدها ايش راح نسميها؟ ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوبينيا يعني شنو؟ نقص في الصفيحات الدمويه. بس قلت لكم هذه الارقام ممكن تختلف من بعض المراجع، فهسه ناخذها بشكل عام هنا. فلو نقصت سميناها ثرومبوسايتوبينيا، بينيا يعني نقص في الخلايا، وثرومبو يعني الصفيحات، وسايت يعني خليه، ثرومبوسايتوبينيا، وثرومبوسايتوسيس زياده. طيب لو صار عندك ثرومبوسايتوسيس هل هذا شيء جيد؟ التخثر راح يصير اكثر؟ لا طبعا، لانه التخثر لو صار اكثر ممكن تتولد لك جلطات وتصير لك مشاكل الدنيا. طيب لو صارت اقل هل هذا الشيء احسن؟ لا طبعا اكيد، لانه ممكن يؤدي لك الى نسيف، وهذه الحاله قلنا نسميها ثرومبوسايتوبينيا. طيب شنو ممكن يفيدنا بهذه الصور؟ نعرف انه منشاها من الستم سيل، الخليه الجذعيه الموجوده في نخاع العظم. طيب اول خليه راح تنتج من عندها ايش راح نسميها؟ من هذه الخليه الجذعيه في خط الصفيحات الدمويه راح نسميها الميجا كاريوبلاست. طبعا هنا البلاست كلمه مهمه جدا، بلاست تعني خليه غير ناضجه، مولده جديده غير ناضجه، هذه المفروض ما تخرج للدم، المفروض تكمل وتنضج وتخرج خلايا ناضجه واجزاء ناضجه. وبالتالي لو لقيت في الدم بلاست يعني عندك سرطان الدم، لانه مستحيل البون مارو راح يذب هذه الخلايا في الدم، لانه هذه الخلايا هي خلايا غير ناضجه، خلايا فقط مولده وظيفتها تتحول وتنضج. فلو خرجت في الدم اذا عندك سرطان. طبعا لو خرجت الميجا كاريوبلاست عندك سرطان متولد من خليه مولده للصفيحات الدمويه، وهذه نعم حاله تصير في هذه الخليه مهمه لازم نعرفها. طيب بالاخير راح تنضج لنا يا خليه، راح تنضج لنا الخليه اسمها الميجا كاريوسايت. طبعا ميجا يعني كبيره، كاريوسايت هي قلنا هذه خلايا الصفيحات الدمويه الضخمه او الكبيره الحجم. هذه راح تتقطع اجزاء من عندها وراح تكون لنا البليتلت او الصفيحات الدمويه. طيب شنو اللي راح يهمنا بعدين في هذه الصفحه؟ شوفوا لما الصفيحات الدمويه يكون عددها قليل ايش راح نسمي هذه الحاله؟ كمثال ثرومبوسايتوبينيك بوربورا. طيب هسه ثرومبوسايتوبينيا عرفناها، وثرومبوسايتوبينيك يعني قلف الصفيحات الدمويه. طيب بوربورا شنو؟ بوربورا هي عباره عن الكدمات او اللون اللي يحصل، اللون الزهري اللي يحصل على الجلد نتيجه للنزيف تحت الجلد. طيب لو نقص عندك الصفيحات الدمويه هل قبل راح يصير عندك بوربورا؟ هل راسا راح يصير عندك بوربورا؟ لا طبعا، اول مره راح نسمع لفظ بيتيكيا. بيتيكيا يعني شنو؟ نزيف نقطي، يعني مثل النقط حبيبيه. طيب
زادت اكثر صراعه دمويه ونقصت، مش راح يتحور، راح يصير نزيف على حجم اكبر اللي اسمه البوربورا. طيب لو صارت على حجم اكبر جدا، يعني حجم كبير جدا مغطي مساحه اكبر من الجلد، راح نسميها اكموسيس، فهي تبدا بيتيكيا نقطيه بعدين بوربورا حجمها اكبر بعدين اكموسيس الحجم الاكبر. طيب اذا كانت الثرومبوسايت او البليتليت موجوده في الدم وعددها طبيعي لكن مشوهه، اي يعني تحتوي على مشاكل بداخلها ما راح تؤدي وظيفتها بشكل جيد، ايش راح يصير عندنا؟ راح نسمي هذا المرض ثرومباستينيك بوربورا. ثرومبا يعني هي نفس الثرومبوسايت، ستينيك يعني ضعيفه او الواهنه، يعني عندها موجوده لكن واهنه غير فعاله. ثرومبوستينيك بوربورا نفسها قلنا اللي هذا النزيف اللي يصير تحت الجلد يصير على حجم معين فسميناه بوربورا لان راح يكون لونه احمر طبعا. اذا زاد عندهم الاشخاص راح نسمي هذه الحاله راح نسميها ثرومبوسايتوسيس، فهذا لازم نعرفه. طيب الوظائف، عندنا بعض الوظائف المهمه للبليتليت اللي هي مرتبطه انه ايضا تحتوي على الاكتين والمايوسين وبالتالي لها القدره على الانقباض، تفرز لك مواد مهمه مثل الادينوسين ترايفوسفات الاي تي بي والادينوسين دايفوسفات، وهذا طبعا الوظائف في التخثر. ايضا تفرز لك بعض المواد المهمه مثل وتصنع لك اياها مثل البروستاجلاندين الثرومبو أوكسان أي 2 اللي له وظيفة مهمة في لصق الصفيحات الدموية والتصاقها مع بعض، وهذا طبعا مهم لأنه يشتغل عليه دواء الأسبرين، وبالتالي نعرف أنه دواء الأسبرين يقلل لنا التخثر، فطبعا لما يمنع هذا راح يقلل لنا التخثر، فهذه أيضا حالة مهمة لازم نفهمها. وأيضا تحتوي على شغلة اسمها الفايبرين ستيبلايزنج فاكتور، أي يعني العامل المثبت للفايبرين، والفايبرين نعرف أنه له دور مهم لتكوين الألياف الداعمة للخثرات وغيرها من المواضيع المهمة. هنا أنا عندنا شغلة مهمة لازم نعرفها أنه البليتلت أيضا لها وظيفة بالارتباط مع الفان والبرنت فاكتر، اللي هو شنو الفان والبرنت فاكتر؟ هذا عبارة عن عامل موجود في الاندوثيليوم يعني في الطبقة المبطنة للأوعية، فلما يتدمر الوعاء الدموي راح يخرج لنا الفان والبرنت فاكتر وراح تلتصق بالصفيحات الدموية، وأيضا تحتوي على ريسبترات للكولوجين فبالتالي راح تلتصق وراح تكون لنا الخثرات الأساسية. طبعا هذا شرح سريع، إن شاء الله في فيديوهات قادمة أشرح لكم بشكل أكثر تفصيل. شكرا لكم وألقاكم في فيديو آخر، وأتمنى لكم يوم طيب. دكتور عمر القيم.